أهلا بكم إلى ومضة إيمانية جديدة نحل فيها وكالمعتاد ضيوفا على فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصري. في هذه الومضة سنحاول التعرف على ورقة نرتب فيها أولوياتنا، الأولويات المرتبطة بشهر رمضان المبارك وغيرها كذلك في باقي المواسم من صنوف العبادات وغيرها. أستاذنا أهلا وسهلا بفضيلتكم، كيف يمكن للمسلم أن يرتب أولوياته وما هو المقصود أصلا بفقه الأولوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالمقصود بفقه الأولويات أن يكون هناك فهم عميق لإدارة شؤون الحياة عموما وإدارة الحياة الخاصة لدى الإنسان، بحيث إن الوقت إذا اتسع لكافة أصناف الخير فبلا شك أن الإنسان يأتي بكل شيء، لكن إذا ضاق الأمر وأصبحنا أمام تضحية بأحد شيئين، إما أن أضحي بهذا وإما أن أضحي بهذا، فالحقيقة هنا يأتي قضية البحث عن ما هو أولى، ما الذي يقدم وما الذي يؤخر، ما الذي ينبغي أن يعمل الآن وما هي المقومات التي تفهمنا أن هذا يقدم، إيه المعايير وأن هذا يؤخر. هذا كله في الحقيقة وجدناه في التكاليف الشرعية، وجدنا أن الشرع الشريف لم يساوي بين التكاليف الشرعية في اليوم الواحد، فجعل هناك فرائض، والفرائض في الرتبة العليا بالنسبة للتكليف الشرعي، بحيث إنه لا ينفك عنه الإنسان بحال من الأحوال، لابد أن يأتي إلا عند العجز التام عن هذا التكليف، أو الذي يرتب مشقة شديدة كما يعني هو معلوم في هذا الأمر. لكن هناك فروض، وهناك أدنى منها سنن، وهناك تطوعات، فتأخذ الحياة هكذا. الأمر التكليف يأخذ ما بين الرتبة العليا ومن الرتبة الأدنى منها، وهكذا إلى أن نصل إلى سؤال في الحقيقة، لماذا تأتي هذه المنظومة بكاملها على هذا الترتيب من الأعلى إلى الأدنى وإلى الأوسط وهكذا؟ بيأتي الجواب عند الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، في كتابه الموافقات، ويقول لنا بفهم الثاقب والنبيه في ذات الوقت والقارئ للتكاليف الشرعية في مجملها بنظرة كلية شمولية وليس بنظرة فيها تفصيل وجزئيات، لكنه انطلق من هذه التفصيلات إلى الأمر الكلي، ووجد أن الشرع الشريف عندما فرض علي الفروض من الصلوات الخمس ومن حج بيت الله الحرام ومن صوم رمضان ومن الزكاة وغير ذلك من الفرائض الكثيرة في الإسلام، وجد بأنه ربما أن الإنسان يكسل في بعض الحالات، يصيبه التقصير في بعض الحالات، ربما يعني أهانات معينة تكتنف هذا الأمر التكليفي، فيأتي بما دون الفرض وما دون الواجب يأتي أشياء أخرى لتكمل. ولذلك مثلا قد أصلي أنا صلاة الظهر ويعني يصيبني غفلة وأخرج عن دائرة الصلاة إلى غير إلى مجال الدنيا بكاملها، وربما أنا لا أتذكر حتى والحركة القراءة تجري على لساني لكنني لا أعلم ماذا قرأت، وده كثير ما يحصل في الصلاة والشيطان لا يتركنا أبدا في أمر الصلاة. فبلا شك أنت لو عملت عملية حسابية هل هذه الصلاة كاملة على الوجه الذي قصده الشرع الشريف، لا تجد أنها على هذا النحو المقصود شرعا، ويأتي السنة قبلها ويأتي السنة بعد صلاة الظهر وتكمل هذا النقص الحاصل، تكبر النقص أو الخلل الذي أصاب الفرد. بيجي شهر رمضان مثلا ونحن في صوم، لكن في بعض الحالات قد يحدث عندي تقصير، فتأتي صدقة الفطر وهي طهرة للصائمين وطعمة للمساكين تطهر هذا النقص الحاصل وتكمل، ويأتي صوم الستة من شوال
ويكمل، ويأتي صوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي ويكمل، ويأتي صوم الاثنين والخميس ويكمل، وهكذا، ويأتي صوم عرفة، وتجد أنماطا من السنن التي يعني فعلها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤدي بنا إلى أن الإنسان في الحقيقة يكمل الفرض والسنة، إذا ما حصل فيها تقصير يكملها التطوع، فتجد أشياء أنت يمكن أن تفعلها حتى ولو لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تدخل في إطار البدعة، ولا تدخل في إطار البدعة، لأنها من جنس العبادة. يعني إنسان صام أسبوعا كاملا تطوعا لله سبحانه وتعالى متواصلا، لو بحثت أنت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجد أنه صلى الله عليه وسلم صام إلا في شعبان، حتى كما أخبرت أم المؤمنين عائشة كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، وما صام شهرا كاملا إلا شهر رمضان، لكنه كان يكثر الصوم في شهر شعبان صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال إنسان في اليوم يختم القرآن الكريم مرة كل يوم، بعض الناس عندهم هذه الإمكانية وهذه القدرة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤثر عن صحابته هكذا، الخير مفتوح وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. في شهر رمضان أستاذنا كيف يمكن أن نرتب من أولوياتنا على نحو هادئ ومرتب ودقيق؟ ولذلك إذا كان الأمر كذلك وأن كل منها يكمل الآخر على هذا النحو، لكن إن حصلت في مرحلة ما أنه لابد من الإتيان بواحد من الأمرين، فلابد من الترتيب في هذه الحالة، فيقدم الواجب ويقدم الفرض ونأتي به ونضحي بما هو في تطوع أو بما هو سنة، لأجل أنه لا يمكن الإتيان إلا بهذا الفرض أو بهذه السنة، فنضحي بلا شك بالأدنى رتبة ونأتي بالأعلى. نفس الأمر في شهر رمضان، شهر رمضان شهر الطاعات وشهر البركات، وفيه العطاء وفيه الثواب الجزيل، وفيه العطاء بلا حدود من رب العباد سبحانه وتعالى، والإنسان يتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يتنافس مع أخيه الإنسان في فعل الطاعات، لكن إن ضاق الأمر بحيث لابد من فعل شيء ما وترك شيء ما معه، فلابد من البحث عن أيهما أولى وأيهما أعلى وأيهما أنفع، ففي هذه الحالة نأتي بالأنفع وبالأكمل وبالذي هو واجب عن الذي هو ليس بواجب. وعلى سبيل المثال مثلا، لو أنني مطلوب مني أن أعمل عملا معينا مكلف به، وهذا العمل يأتي في وقت صلاة التراويح، ولا يتسع أبدا وقت صلاة التراويح جماعة في المسجد مع هذا العمل، أنا الآن إما أن أذهب إلى التراويح وأضحي بالعمل، وإما أن أعمل وأضحي بصلاة التراويح في جماعة، ماذا أفعل أمام هذا؟ أنظر هل هذا العمل من الواجبات ولا عمل أنا أعمله تطوعا من تلقاء نفسي؟ إن كان العمل من الواجبات كوظيفة عامة أو كأنت مكلف بشيء وأنت لابد أن تؤدي هذا الشيء، فبلا شك بتأتي به، وصلاة التراويح في باعتبارها أدنى رتبة من الواجب فبتضحي بصلاتها في جماعة، وإن تسع لك الوقت أن تصليها منفردا فبها ونعمة، ولها شاهد من مذهب المالكية في أنهم يقولون لا مانع إطلاقا، بل مستحب عندهم أن يصلي الإنسان صلاة التراويح في بيته طالما أن الشعيرة تقام على مستوى المساجد وأن الناس يصلون صلاة التراويح، إذا لا مانع عندي أنا كفرد أن أصلي صلاة التراويح في بيتي. فأنا أستطيع الإنسان أن يوائم وأن يرتب الأولويات وأن يأتي بما هو أولى وأن يقدم ما هو أوجب على ما هو دونه في الرتبة. شكرا جزيلا لفضيلتكم الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، شكرا جزيلا لكم. ختام هذه الومضة الإيمانية التي تأتيكم وكالمعتاد عبر CBC وإكسترا نيوز، غدا يتجدد اللقاء بإذن الله في ومضة إيمانية جديدة.